من الاسباب اللي ممكن تؤدي الى حدوث الام في العصب الخامس بعيدا عن هذا السبب اللي هو احنا بنسميه الايديوباثيك او اللي في كثير من الاحيان ما بنلاقيش له سبب في الاشعه، اللي هو ان احنا اتكلمنا عنه وجود شريان او وريد ضغط على العصب. اسباب اخرى بقى ان يبقى في موجود في منطقه خروج العصب الخامس سواء الجزء الحركي او دخول العصب الخامس او الجزء الحسي الى جذع المخ وجود اورام في هذه المنطقه، سواء كانت اورام حميده او اورام خبيثه او كانت كيس بالمخ او كان في بعض الامراض زي التصلب المتعدد، ممكن دي كلها اشياء تؤدي الى ضغط على العصب الخامس في المنطقه دي، مما يؤدي الى حدوث نفس الكلام اللي احنا قلنا عليه من قبل، الا وهو ان في جزء من الغشاء الخارجي للعصب الخامس يتم كشفه، اسف، وفي الحاله ديت يبدا تنتقل الاشاره العصبيه بطريقه عكسيه من المخ الى الوجه ويبدا المريض يحس بالالم. العصب الخامس ده ممكن يحدث على في ناحيه واحده وممكن يحدث في الناحيتين، ممكن يصيب فرع واحد من الفروع، ممكن يصيب اكثر من فرع، اكثر الفروع بتصاب هو الفرع الثاني والفرع الثالث، انما ممكن الفرع الاول يصاب والفرع الثاني او الفرع الثالث، ممكن يجي على ناحيه واحده فقط، ممكن يجي على الناحيتين، يبقى اكثر اصابه في الستات عن الرجاله، وتقريبا معدل حدوث الاصابه بالام العصب الخامس تبقى حوالي تقريبا واحد لكل 15,000 او واحد في لكل 20,000، يعني كل 20,000 واحد ممكن نلاقي فيهم واحد مصاب بالام في العصب الخامس.